من جديد نرحب بكم هنا في إربد عروس الشمال، مدينة الأقحوان وأيضا سنابل القمح التي تتلألأ في موسم الحصاد في إربد الجميلة. في هذا الأثر الرائع تأتينا الجميلة معالي وزيرة الثقافة الأردنية السيدة هيفاء النجار. أهلا بحضرتك منورانا. شكرا جزيلا. شكرا. أهلا فيكم. هلا في برنامجنا العربي بيت للكل، وهو توحيد الخطاب الإعلام العربي. حقيقة نبارك بالبداية للشعب الأردني شعبا وقيادة باختيار إربد عاصمة للثقافة العربية، وهذا الدور الفعال لما تحتوي إربد من طاقات بشرية وإمكانات مهمة، وخرجت الأسماء الكبيرة التي سجلها ووثقها التاريخ. لكن نتحدث اليوم، جنابك ممكن تتحدثين عن خفايا مدينة إربد، لماذا اختيرت في عام 2022 كعاصمة للثقافة العربية؟ أول خفايا هذا المكان اللي احنا فيه، وجودكم بيت الكل. إربد بيت للكل، بيت لجميع المواطنين، جميع أبناء الأمة العربية بكافة تجليات هذه الأمة العربية. إربد بيت التنوع الأردني، إربد بيت فكر أردني، بيت الروح الأردنية. نحن نستقبل الناس بفرح وببسمة وبعقلية نقدية. لما نتحدث عن إربد نتحدث عن فكر، عن فكر بالمعنى العقلانية، بمعنى النقد العقلي، بمعنى نقد التراث، بمعنى التراث. عندما نتحدث عن فكر نتحدث أيضا عن ثقافة عامة، نتحدث عن شعر، نتحدث عن موسيقى، نتحدث عن مسرح، نتحدث عن رؤية شمولية تكاملية، نتحدث عن تعليم، نتحدث عن شباب وحركة شبابية ريادية، نتحدث أيضا عن شراكة. الأردن دائما كان في قلب العالم العربي، والعالم العربي بقلب الإنسانية الجمعاء. فهذه المدينة تمثل الإنسانية الجمعاء بانطلاقها من جذور، من مشروع أردني وطني، الأردن بجماليته، الأقحوان، سنابل القمح، العلاقات الإنسانية الطيبة، والأردن من خلال إربد علاقته في المنطقة، في العالم العربي، علاقته في قوميته، علاقته بلغته العربية، علاقته أيضا بقيمنا، في مشروع قيمي تنطلق منه مدينة إربد.